بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. قصيدة من شاعر الشهداء محمد مولود مرزوق على هذا النصر الدبلوماسي للقضية الصحراوية، والذي بموجبه قرار المحكمة الأوروبية في إلقاء اتفاقية الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية. أيضا تذكير لإعلام الدبلوماسية شهداء القضية الوطنية، شهداء الخط الدبلوماسي، شهداء الأمة الصحراوية رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا خير الجزاء. القصيدة تقول: قرار النهب صيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وفبالغرار المثبوت والنصر اللامن كواني. نتائج رسموها الأسود بالدبلوماسية مشهود لهم بالتاريخ المعهود، ماني ناسيهم شنحاني. محمد خداد المقصود نصر التمثيل الخلاني، نتفقد فعله به ذود شهيد وحامي عنواني. يعطيها الرحمة يا المعبود وفوق الرحمة شي ثاني، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وفق بالغرار المثبوت والنصر اللامن كواني. والمحفوظ علي بيبة كان رمز التمثيل مع الإيمان، المتين حماية الأوطان سبع دبلوماسي ماني. شاحد خصاله به الشان الصدق والإخلاص عطاني، دليل مترجم من برهان حدود وخيرات وطاني. يعطيه الرحمة المنان شهيد النصر رعاني، تفقد في مجاد وكيان ونقول على رأس لساني قرار النهب وصيد الحوت، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وقف وفق بالقرار المثبوت والنصر اللامن كواني. والبشير الصغير يقين فعله زين، وشهيد متين عهد وبالرفاق أجمعين. البشير اللي خلاني نتذكر تمثيله حسين للشعب اللي عاش يعاني من ظلم المحتل اللعين، قصده يتنعم فوطاني. والبشير الشهيد الزين يعطيه الرحمة خلاني نكرر ونقول في بيتين، ذاك اللي قلته فوزاني، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وفو القرار المثبوت والنصر اللامن كواني. والبخاري فعله نزيه ماشي بالعهد ومباديه الزينة، يا ربي واليه الرحمة به اللي فاني، عمره في النضال اللي بيه عاشت كريمة الأوطاني. شهيد وعارف عند خليه حمل الأمانة ومقاني، بين الفعل الثوري يحظيه والسياسي ذاك عطاني. موجب للتمجاد وراعيه بالفعل ما نجح ماني، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، ووفى بالتغرير بالقرار المثبوت والنصر اللامن كواني. وانت يا المخرب المظبيك، وانت يا المخرب المظبيك، الشرك مع حب المليك فيديه، والركوع اللي يذيك والظلم اللي به تناني، وتبرح بشمات الدخليك بالفقر وبالجوع وماني. ناسي خرابك والمليك سكران في باريس يعاني، قرار النهب وصيد الحوت، قرار النهب وصيد الحوت. ناسي خرابك والمليك سكران في باريس يعاني، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وفق بقرار المثبوت والنصر اللامن كواني. وضرب قصة ما عندك يكون التجار بالضبط لملعون، وتبيع حشيشك هك وهون والجوع تشوفه عيناني. آها والله جيب دروقة بالطوم وبيع في سوقك، وبيع في سوقك وشت حالي حوت الصحراء ما تمضمون، ولا تيت مضمن شي ثاني، قرار انه بصيد الحوت وقرار وجبروت عدو فوطاني، وفى بالقرار المثبوت والنصر اللامن كواني. وقرار الصحراء غربية اعلنها دولة مغزية من محاكم أوروبية، هذا نصر كبير اعطاني، راح زايد معنوية والنصر الزين الاوطاني، قرار النهب وصيد الحوت وجبروت عدو فوطاني، وفق بالقرار المثبوت والنصر اللامكواني. ولا شوف شي ثاني ما هو ذا. تحية وإخلاص القاعدة الشعبية لكل مواطنة صحراوية، لكل صبي، لكل مقاتل مرابط في الميدان، لكل دبلوماسي، لكل مواطن صحراوي مخلص يؤمن بالقضية الصحراوية. ورحم الله شهداء الوطن وجزاهم الله عنا خير الجزاء.